انا مش مع الشباب عم عمليات تجميل. ما بحبها لانه ما بعرف يعني انه خلص الشاب ما بي ما بعرف يعني ما بحس انه اذا في غلط بوجهه ممكن يبين كثير، عرفتي كيف؟ ما انه يعمل عمليه تجميل اذا بحاجه يعني وبحب، ليش لا؟ ايه اكيد هلا معها، بس هلا في فكره انه الشاب ما بيعيبه شكله، الشاب اكثر شيء بيعتمد على شخصيته وعلى اسلوب كلامه، يعني هذا الموضوع هو اللي بيأثر عليه بالحياه. يعني بالنسبه لي حبيبي شخصيه يعني ما عندي مشكله، انه الشيء بيرجع له اذا بده يعمل يعمل. Je suis pour ni contre. كل واحد وكل واحد يدير جرح التجميل حاجه باينه. لو شو ما كان ما بيعيبه شيء الشاب يعني. البنت اللي بتحط المكياج بحب البنت اللي ما بتحط مكياج حسب البنت. يعني في بنات اذا حطت مكياج بتبشع حالها، وفي بنات اذا ما حطت مكياج يا ريت انت ما تحط مكياج، انا بدي اجيب لها مكياج. الله خلقهم جمال طبيعي، في بنات بحاجه بانه يحطوا مكياج مشان يبينوا حلوين. بفضل الصبيه ناتشورال يعني. ليه؟ كل شيء على الطبيعه بيكون احسن يعني. بفضل الصبيه تكون ناتشورال منها ميك اب، ما تكون في كثير ميك اب على وشها يعني، شوي ما كثير. البنت الله بيستحق لي. حسب يعني شو؟ الاخلاق. اذا شفت عيونها وتكون هيك مهتمه بشعراتها جدايل وطولها قامتها وبياضها اكثر شيء. طلع بعيون. طيب بتحط ما درتهم قاع ما زبحها مش جوزيفا الكوكو بارتو والجزائر فيها ما شاء الله. بلبنان اكيد اجمل نسبه شباب بالعالم العربي. لا بتخيل انا كمان العراق بصراحه، بحس البنات العراقيات هنن اصلا كثير ملامحهم جذابه يعني، وبنفس الوقت ما عندهم كثير قصص تجميل، بلاقيهم انه يمكن الميك اب شوي قوي عندهم، بس هيك الشعر الاسود البياض الخدود هالقصص هي حلوه يعني ملفته. ثينك دول المشرق العربي سوريا فلسطين لبنان. ايه اكيد احلى شيء بسوريا الرجال. ايه بس برا بحب تركيا، شباب تركيا كثير حلوين. ايه عنا بحمص، انا من سوريا. الشام الشام من بعد الشام وسوريا ما في. اكيد اجمل شباب بلبنان. ايه بلاقي حالي صبية حلوة. حتى بريس منك هالقد بس ايه بس ليش بكون عندك ساو؟ ما عم اقول لك ايه عندي ساو بنفسي بس مش انه انا هالقد واو يعني هيدا قصدي. طيب بلاقي حالي حلوة. أنا ما بلاقي حالي مش حلوة وما بلاقي حالي أحلى حدا بالعالم، بس كثير مقتنعة بشكلي صراحة وبلاقي حالي لمعقولة، بحب حالي صراحة.